صباح الخير. صباح الفل يا فندم. عليك شعبان بدر. اهلا وسهلا. جاي لمين النهارده الشعب؟ ابني محمد شعبان بدر في الكليه الحربيه ان شاء الله. منين؟ من البحيره دمنهور. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا بدر. قول ايه لمحمد النهارده؟ قول له ربنا يسهل لك الحال ويوفقك كده يا رب ويعينك، والف مبروك يا محمد على المجهود اللي انت بتعمله في سبيل الوطن يعني، وربنا يوفقك يا رب. ايه المختلف بقى في محمد قبل في شخصيته قبل وبعد؟ خالص الحمد لله، يعني كان في التزام وفي انضباط الحمد لله، يعني الشخصيه اتغيرت خالص تماما يعني الاحسن طبعا للاحسن. ربنا يوفقك يا رب. يا رب بالتوفيق. انا بشكرك. متعرف عليك باشمهندس احمد. يعني مساء انت رب لمحمد. إيه؟ ابن اخويا. انت عمه يعني. عمه. لينا بقى تقول له ايه النهارده يعني؟ اقول له يا احمد انت شرفتنا وشرفت بمصر، وان شاء الله ربنا يبارك في مصر وجيش مصر كله، لان بيخرجوا ابطال، واللي عاوز يعرف مصر يعرف من خلال الجيش بتاع مصر. مصر عظيمه جدا بابنائها بكل حاجه، وانا فخور باحمد جدا، يعني راجل واتغير وخد اخذ اسلوب كتير قوي من الحياه في واقع الجدية والحماس والانضباط تمام. فيعني احنا سعداء جدا وفرحانين ان احنا مصريين. صباح الخير يا فندم. صباح النور. نتعرف على حضرتك. دعاء صلاح احمد مرسي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. جاي لمين النهارده؟ جاي لاحمد ابني. هو داخل كليه ايه؟ الكليه العسكريه التكنولوجيه. طب تمام. قول لنا بقى يعني احمد اختلف ازاي بقى قبل وبعد ما دخل الكليه التكنولوجيه العسكريه؟ احمد كان مدني عادي، وطبعا انت عارف المدنيين بيبقى ليهم طبع وصفات غير العسكريين خالص. كمان شاب يعني. شاب دلوقتي. لا هو دلوقتي من اول زياره متغير تماما، منضبط تماما، بقى على قد المسؤوليه. طب كان حلمه طيب ولا دي كانت حلمه من هو في اولى ابتدائي، حتى كان دايما بيتصور لابس ميري وعايز يا ماما ابقى ظابط، والحمد لله ربنا كرمنا. طيب تمام. قول لنا كان داخل كليه ايه بره؟ جات له حقوق جامعة عين شمس. طب كويس. لكن فضل بقى التكنولوجيا العسكرية. ايوه فضل الكلية العسكرية التكنولوجية عشان يبقى ظابط. معاكي اولاد تاني ولا؟ معايا مي كلية الصيدلة، كلية الجامعة البريطانية، ومعايا ضي ثانوية عامة. يبقى احمد بقى ده وحيد بقى. وحيد. يعني قلبك كان عليك يعني؟ والله هو في الاول فعلا كنت مضطربة جدا وخايفة عليه، لان سمعت ان الكليه الحربيه مصنع رجال، فقلت لا خلاص هو ان شاء الله ربنا هيكرمه، وانا عايزاه يبقى انسان وراجل في نفس الوقت، انسان منضبط وراجل، وان شاء الله. اول زياره جيتي له بقى يا مدام كان ايه الموقف بقى؟ انا كنت اول زياره جيت له كنت خايفه جدا ان انا اشوفه خاسس او تعبان او مرهق او متضرر مثلا. لا لقيته بسم الله ما شاء الله كويس جدا، صحته كويسه جدا، مبسوط وسعيد، وقال لي يا ماما الدنيا هنا تمام وما تقلقيش عليا خالص، خدوا انتوا بالكم بس من نفسكم. طب كويس. قولوا له ايه النهارده بعد فتره الاعداد العسكري انتهت كده، ودي الفتره الصعبه اللي على اي طالب كليات عسكريه؟ دي حقيقه. اقول له انا فخوره بك يا احمد، وربنا يوفقك ويقويك، وان شاء الله ربنا يكرمك واشوفك لواء قد الدنيا. مشاهدينا الكرام معانا اسره اخرى نتعرف عليكم. صباح الخير يا فندم. ريهام الحسيني. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مين النهارده؟ طالب مصطفى احمد رجب. ابن حضرتك. ابن مصطفى. داخل كليه ايه؟ فنيه عسكريه. هو كان جاي له ايه بره؟ كان جاي له BIS تجاره خارجيه الزمالك. تمام. قول لنا بقى يعني كانت دي رغبته؟ هو كان نفسه في حاجه عسكريه، يعني هو كان بيتمنى حاجه عسكريه، وكان اكتر حاجه نفسه فيها فعلا هي كانت فنيه عسكريه. يعني. فعلا جدا يعني. يوم ما جات له الرساله يعني كان فرحه مش طبيعيه بصراحه، الحمد لله. قول لنا بقى اول زياره جيتي لمصطفى، ايه الفرق بقى بين شخصيته قبل ما يدخل الفنيه العسكريه وهو طالب في الثانوي، او قبل ما يدخل يلتحق بالكليه الفنيه العسكريه؟ لا ده كانت مختلفه تماما، الشخصيه اختلفت بصوره غير طبيعيه، يعني كان حد وبقى حد تاني فعلا، بقى حد كده يعتمد عليه، شخصيه كده مختلفة. انضباط، وقعد يحكي لي على حاجات بيعملها دي اساسا ما كانتش في شخصيته تماما، وازاي بيوضب سريره وازاي بيعمل حاجته بنفسه. لا حاجة مختلفة فعلا تماما. تقولي له ايه النهارده بقى؟ بقول له ربنا يوفقك ان شاء الله، وباذن الله تبقى تتقدم اكتر واكتر، ويبقى لك كده شخصية حلوة، وان شاء الله تخدم بلدك باذن الله. ربنا يوفقك انت وكل زمايلك يا رب ان شاء الله. معاكي اولاد تاني؟ معايا بنتي دارين، طالبة في اخر سنة هندسة عمارة ان شاء الله. مصطفى بقى وحيد. مصطفى وحيد. هي بنت وولد بس. ربنا يبارك فيهم. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخليكي. صباح الخير. صباح النور عليك. دارين احمد رجب. اهلا وسهلا. مصطفى مش كده؟ بتقولوا له ايه بقى النهارده؟ اقول له ان انا فخوره بيه جدا، وان هو بقى في مكانه حلوه جدا، ما كانتش يعني ما كناش متوقعين ان اخويا هيبقى قد الموضوع ده بصراحه، بس هو الحمد لله طلع قدها،
واحنا فخورين بيه جدا. يعني انت بقى اخوكي وحيد مش كده؟ طب يعني شعورك اول ما شفتيه اول زياره هنا في الكليه الحربيه كانت عامله ازاي؟ لا كنت كان طبعا وحشني جدا وطبعا اختلف تماما، وكنت مبسوطه جدا ان انا اخيرا شفته بعد غياب اسبوعين، عشان كنا دايما على طول مع بعض. تقول له ايه النهارده بقى؟ اقول له ربنا يوفقه ان شاء الله، ويعني ويطلع ظابط كويس ويخدم بلده ويبقى قدها ان شاء الله.